بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعد ما خلصنا الحديث عن الوضوء وأحكام الوضوء، نبدأ إن شاء الله في الحديث عن أحكام الغسل. الوضوء عندنا طهارة صغرى، أما الغسل عندنا طهارة كبرى، لأن الوضوء بنغسل فيه أعضاء مخصوصة اللي هي الإيد والوجه والرجلين ونمسح الرأس. الغسل طهارة كبرى لأن احنا بنغسل فيه كل الجسم، عشان كده بنقول إن في حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر اللي هو مثلا خروج الريح، خروج البول من الإنسان كذا، خروج الدم، ده بيخليه يتوضأ. الحدث الأكبر اللي هو الجنابة، انتهاء فترة الحيض بالنسبة للمرأة وكذلك النفاس، فبتروح تغتسل أو بيروح يغتسل الرجل. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يبقى لو الإنسان جنب يبقى لازم يغتسل قبل ما يدخل الصلاة. وطبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على النظافة والطهارة والاغتسال، يعني الحد الأدنى يوم كل أسبوع. فيقول صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، وفي رواية يجعل ذلك يوم الجمعة. يعني حق على المسلم أنه على الأقل يعني يغتسل مرة في الأسبوع. طيب، الغسل برضو زي الوضوء كده فيه فرائض وفيه سنن. فاكرين لما اتكلمنا عن فرائض الوضوء قلنا الفرائض يعني الأركان اللي لازم تتعمل، بحيث إن لو ما تعملتش يبقى الوضوء غير صحيح. كذلك الغسل فيه فرائض لازم تتعمل، بحيث لو ما تعملتش يبقى الغسل غير صحيح، وبالتالي ما ينفعش أدخل أصلي. أول ركن متفق عليه أو أهم ركن من أركان الغسل تعميم الجسد كله بالمية، إن المية توصل لكل جزء من أجزاء الجسم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، ألا فبل الشعر وأنق البشرة. الإنسان لما يا جماعة لما تحدث له الجنابة، الجنابة الحدث الأكبر هنا بيضرب كل جزء من أجزاء الجسم، كل الجسم جنب، يبقى بالتالي لازم أشيل الجنابة دي بالمية، أطهر الجنابة دي بالمية، وبالتالي لازم كل جزء من أجزاء الجسم لازم يتغسل كويس والمية توصل له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها بهذا الموضع من الشعرة كذا وكذا من النار. تاني: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار والعياذ بالله. أو يعني الإنسان اللي ما بيغسلش جسمه كويس في أثناء الغسل من الجنابة، ساب موضع شعرة سنتي المية ما وصلتش ليه دون عذر، لكن لو عنده عذر مثلا في جرح ممنوع أن المية توصل له أو في كسر، ده أمر تاني ما فيهوش مشكلة. لكن هنا أنت إنسان صحيح معافى عليك جنابة، لما تدخل تغتسل تغسل كل جزء من الجسد وتوصل المية لكل جزء من أجزاء الجسد. طيب، يبقى المية لازم توصل، شعر تنزل في الشعر كويس، في اللحية، في الجسد، في كل جزء من أجزاء الجسم. المية، الست اللي عاملة ضفاير، الست اللي عليها جنابة وعاملة ضفاير في شعرها، لازم تحل الضفاير دي وهي بتغتسل؟ قالوا لا مش لازم، طالما ان المية بتوصل لجوه الضفاير مفيش مشكلة، لان الضفاير ده من 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 الزينة للمرأة، والإسلام راعى هذا الأمر في النساء، وده من تكريم الإسلام سبحان الله للمرأة ومن باب التخفيف عنها. والإسلام يا جماعة كرم المرأة تكريم كبير جدا وخفف عن المرأة في أحكام كثيرة جدا، لكن للأسف ناس كثيرة مش فاهمة ومش عارفة. حتى في الغسل هو من الجنابة، المرأة لو عامل ضفاير حاجة بسيطة جدا قال لا دي من زينة المرأة، وممكن تكون الست يا عيني تعبت في الضفاير دي وقعد ساعة عمالة تلف فيها وكذا إلى آخره، وبتجد مجهود في عمل الضفاير دي بصورة أو بشكل معين، فلا من باب التخفيف عنها مش لازم تحل الضفاير وهي بتغسل وهي بتغتسل، بس اهم حاجه ان الميه توصل لكل جزء من اجزاء الشعر، الا بقى اذا كانت ربطه الضفاير ربطه باحكام مع اداها قوي، في الحاله دي الميه مش هتوصل للشعر اللي في الضفاير من جوه، يبقى تحل الضفاير.
اما لو ربطه عاديه بحيث ان الميه تتخلل كل اجزاء الشعر ما تحلش. طب لو الراجل عامل ضفاير، لا في الحاله دي ما ينفعش بقى، لازم يحل الضفاير، لان الضفاير مش من زينه الرجال انما هي من زينه النساء. طيب يبقى كده انا عايز اعمل فرائض الغسل. لو انا عممت جسمي كله بالميه كده انا عملت الحد الادنى من الغسل وغسل صحيح، فانا عليا جنابه، دخلت خدت دش كويس قوي والميه دخلت في كل جزء من اجزاء جسمي، غسل صحيح. عليا جنابة، نزلت في البسين، نزلت في البحر، نزلت في النهر، خدت غطس وطلعت، المية عممت كل جسمي، يبقى غسل صحيح. يبقى لازم ده الحد الأدنى وده الفرض المتفق عليه. بعد كده في حاجة اسمها المضمضة والاستنشاق. السادة الحنفية قالوا المضمضة والاستنشاق من فرائض الغسل، يعني لما تيجي تعمم جسمك كله بالمية لازم المية توصل لداخل بقك وداخل مناخيرك. لو انت عممت جسمك كله بالميه والميه ما دخلتش جوه مناخيرك ولا جوه بقك يبقى الغسل غير صحيح ولسه ما اكتملش. الشافعيه رضي الله تعالى عنهم قالوا لا، المضمضه والاستنشاق في الغسل من السنن زي الوضوء. طيب يبقى كده عندنا تعميم الجسد بالماء ده فرض عند الكل، المضمضه والاستنشاق فرض عند الساده الحنفيه، سنه عند غيرهم. بعد كده النيه في الغسل نفس الكلام برضو، النيه في الغسل فرض من فرائض الغسل عند بعض الفقهاء كالسادة الشافعية. يعني أنا لو أنا علي جنابة هدخل أغتسل يبقى لازم أنوي الغسل لرفع الجنابة. على المذهب الحنفي النية ليست شرطا في الغسل، ليست فرضا، ليست ركنا، إنما هي سنة برضو زيها زي الوضوء لما تكلمنا قبل كده في الوضوء. على المذهب الشافعي أو على المذهب الحنفي لو أنا علي جنابة ونزلت صبحت من النوم الصبح نزلت البحر، على المذهب الحنفي خدت غطس في البحر، انا مش في دماغي الجنابه، ناسي خالص ان انا عليا جنابه، خدت غطس في البحر او في النهر والميه دخلت بقي ومناخيري وكذا، وخرجت لقيتهم بيصلوا الظهر او الظهر بيأذن، افتكرت ينفع ادخل اصلي بس انا عليا جنابه وما اغتسلتش، فينفع ادخل اصلي في الحاله دي؟ ينفع ادخل اصلي على المذهب الحنفي، صلاتي الصحيحة وغسلي صحيح. طب ده أنا ما نويتش، قال بس المية جت على جسمك، مجرد أن المية جت على كل جزء من أجزاء جسمك يبقى كده الجنابة بتاعتك مشت، كده جسمك تطهر. طب النية دي، قال النية سنة، أنت بس كنت هتثاب على الغسل وتاخد ثواب الغسل لو نويت. الحنفية عندهم قاعدة لا ثواب إلا بالنية، يعني مش هتثاب على وضوءك أو على غسلك إلا إذا نويته. لكن كده الغسل أو النية عند السادة الحنفية ليست من أركان الغسل مثل الوضوء بالضبط. عند السادة الشافعية طبعا لازم ننوي الغسل. طب أنوي إيه؟ أنا داخل الحمام على جنابة، بنوي في قلبي أو زي ما قلنا، أو ينفع أتلفظ بلساني، نويت الغسل لرفع الحدث، لاستباحة الصلاة، لرفع الحدث الأكبر، لرفع الجنابة، إلى آخر كل هذه الأمور. نية في القلب، يتوجه القلب لفعل هذا الشيء. كذلك ايضا من الفرائض المختلف فيها الدلك. احنا قلنا الدلك هناك عند السادة الملكية في الوضوء، كذلك في الغسل ايضا الملكية قالوا ان الدلك من اركان الغسل، ان انا وانا بغتسل لازم ادلك كل جزء من اجزاء جسمي ايديا توصل له. يبقى دي الحاجات اركان الغسل، تعميم الجسد بالماء، النية، الدلك، المضمضة والاستنشاق. الثلاثة دول مختلف فيهم، خلينا في المتفق عليه وهو تعميم الجسد بالماء، إن المية توصل لكل جزء من أجزاء جسمي. لو أنا عملت كده يبقى أنا كده غسل صحيح 100%. طيب سنن بقى الغسل إيه؟ إن أنا بقى عايز أتوضع من الفرائض وأعمل السنن عشان أخذ ثواب الغسل الكامل زي ما قلنا. أول حاجة بقى إحنا هنقول بقى الفرائض كلها بالسنن في الغسل زي ما ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته لنا زوجاته كالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. أول حاجة علي جنابة، بدخل بنوي رفع الجنابة، رفع الحدث، أول حاجة النية، وبعد كده ببدأ أغسل إيدي 3 مرات، وبعد كده أغسل عورتي كويس، وبعد كده لو في اي نجاسه على جسمي بشيلها بالميه، بطهرها بالميه،
وبعد كده بتوضأ وضوئي للصلاة كأن أنا بتوضأ للصلاة بالضبط، وبعد كده ببدأ أصب المية على جسمي من رأسي، أبدأ بالجانب الأيمن 3 مرات والجانب الأيسر 3 مرات، يصب المية يعني أخد دش كده 3 مرات، تمام، الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. يبقى كده أنا عملت الغسل زي ما سيدنا النبي كان بيغتسل صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة في الغسل النية، إن أنا أنوي رفع الحدث الأكبر. بعد كده بغسل إيدي، تاني خطوة أهي. بعد كده تالت خطوة بغسل العورة كويس. رابع خطوة إن أنا بتوضأ للصلاة، طبعا غسلت عورتي ولو في أي حاجة نجاسة بشيلها. خامس خطوة ببدأ أصب المية كلها على جسمي، الجانب الأيمن 3 مرات والجانب الأيسر 3 مرات. لو أنا عملت كده يبقى أنا كده وضوءي صحيح 100%. يبقى النية، غسل الكفين، غسل العورة، الوضوء للصلاة، بعد كده تعميم الجسم كله بالمية. معنى كده الوضوء ركن من الغسل، لازم أتوضأ وأنا بغتسل؟ لا مش لازم، دي سنة. يعني لو أنا دلوقتي دخلت خدت دش كده كامل اغتسلت وما توضيتش، ينفع أدخل أخرج أصلي؟ ينفع، بس أنا ما توضيتش. لا، ما أنت توضيت وزيادة، لأن الغسل وضوء وزيادة. أنت الوضوء بتغسل فيه 4 أعضاء بس، لكن بتغسل 3 أعضاء وتمسح راسك، لكن الغسل أنت بتغسل الأعضاء دي والجسم كله. فعشان كده قالوا الغسل وضوء وزيادة. فالإنسان لو اغتسل ولم يتوضأ غسله صحيح 100%. لكن عايز تعمل بقى غسل صح كما ينبغي زي ما سيدنا النبي عمل عشان تاخد ثواب كل حاجة، النية، غسل الكفين، غسل العورة، الوضوء، ثم تعميم الجسم كله بالماء 3 مرات، الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. ده باختصار كده يا جماعة كيفية الغسل. طيب ايه بقى موجبات الغسل؟ ليه احنا بنغتسل؟ لماذا يتوجب علينا أن نغتسل؟ دي بنسميها حاجات اسمها موجبات الغسل. متى يجب عليك الغسل؟ إذا فعلت أشياء. أول هذه الأشياء التي توجب الغسل على الإنسان هي الجنابة، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. حدثت جنابة للرجل أو المرأة، سواء جنابة بالجماع بين الزوجين أو بالاحتلام للرجل أو المرأة، حدثت أي جنابة وخرجت الشهوة من الإنسان، يبقى في الحالة دي يجب عليه الغسل. فدي أول حاجة، موجبات الغسل الجماع بين الزوجين أو الجنابة عموما سواء بالجماع أو الاحتلام. بعد كده يجب على المرأة أن تغتسل بعد انتهاء فترة الحيض والنفاس. الحيض بتاعها خلص يبقى لازم تغتسل، مش هينفع تصلي إلا بالغسل. النفاس بتاعها خلص يبقى لازم تغتسل. وهنا برضو بنوصي النساء والبنات يا جماعة اللي بيسمعونا إن هم يسارعوا إلى الاغتسال بعد انتهاء فترة الحيض. بعض النساء للأسف بتأثر في الموضوع ده كتير. يعني المفترض مثلا إن الست عادتها إن الدم خلص الساعة 2 الظهر، والعصر بيأذن الساعة 3، يبقى كده الظهر ده في ذمتها لازم تصلي الظهر، فبتفضل مأخرة الغسل لحد العصر ما يأذن، وتغتسل بعد العصر فتصلي الظهر قضاء بعد العصر. ده ما ينفعش يا جماعة، تأخير الصلاة عن وقتها دون سبب ذنب كبير، ذنب كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. يا ريت نحافظ على الصلاة، الصلاة ليها وقت، الظهر بيأذن الساعة 1، الساعة 12، والعصر بيأذن الساعة 3، فمعك من 12 ل 3، ده كل ده وقت الظهر. صلي الساعة 12، 12 ونص، 1، 1 ونص، 2، 2 ونص، 3 إلا ربع، كده انت صليت الصلاة في وقتها، ما فيش أي مشكلة. لكن الساعة تيجي 3 العصر يأذن وانت لسه ما صليتش الظهر، دي مشكلة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، مكان في جهنم. أضاعوا الصلاة اللي هم بيأخروا الصلاة عن وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. البعض فسر هنا المصلين هنا بالمؤخرين الصلاة، الناس اللي بيأخروا الصلاة دون عذر. فتأخير الصلاة دون عذر ذنب كبير جدا، ياريت ننتبه لنا كلنا ليه، ونحاول ان احنا نتفادى هذا الذنب. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مؤقتا، ربنا جعل لكل صلاة وقت، فتصلي في خلال هذا الوقت، ما تأخرش الصلاة بقى عن وقتها دون عذر. فهنا الست الدم انقطع عليها الساعة 2، 2 ونص، باقي نص ساعة، نص ساعة هتكفيها ان هي تغتسل وتقوم تصلي، فبتكسل وقعت في الذنب. يبقى هنا متى يجب على الإنسان الغسل؟ في حالتين،
الرجل أو المرأة إذا حصلت لهما الجنابة سواء بالاحتلام أو بالجماع يبقى لازم يغتسلوا، أو المرأة انقطع عنها دم الحيض ودم النفاس خلصت عادتها في الحيض والنفاس يبقى لازم تغتسل. وبالتالي الإنسان لو كان بقى عليه جنابة أو المرأة الحائض يحرم على كل واحد فيهم أنه هو يصلي، تمام، لكن لا يحرم الصوم على الجنب. الإنسان الرجل أو المرأة لو عليه جنابة ينفع يصوم، ينفع يصوم، لكن المرأة ما تصومش في حالة الحيض والنفاس، الجنابة لا تؤثر على الصوم. فحصل جماع بين الزوج وزوجته في رمضان واستيقظ من النوم على جنابة، صومهم صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، ما فيش مشكلة. لكن المرأة عليها حيض ما ينفعش تصوم ولا تصلي. كذلك ما ينفعش الإنسان يمس المصحف أو يمسك المصحف وعليه جنابة، ما ينفعش، لا يمس القرآن إلا طاهر. كذلك بقدر الإمكان الإنسان ما يقرأش القرآن وهو عليه جنابة، لكن ينفع يذكر الله سبحانه وتعالى، يسبح الله سبحانه وتعالى، يصلي على النبي، يدعي ربنا عادي وهو عليه جنابة. لكن قراءة القرآن للجنب أو للمرأة الحائض والنفساء لا تجوز إلا في الضرورة. وكذلك يحرم على الرجل أو المرأة حالة الحيض والنفاس أو حالة الجنابة إن هم يدخلوا المسجد لغير ضرورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. فدي عندنا كده الأغسال الواجبة أو الغسل الواجب. الغسل الواجب على الإنسان لازم يغتسل في حالة الجنابة، في حالة انتهاء الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. طيب بعد كده في حاجة عندنا اسمها الغسل المسنون، يعني يسن لي أن أغتسل، لو ما اغتسلتش معليش ذنب، بس من باب السنة يفضل أن أنا أغتسل. الغسل المسنون ده في كام يا جماعة؟ قالوا في يوم الجمعة وفي يوم عرفة وفي يوم العيد وعند الإحرام، ماشي، يعني بتغتسل في المواقف أو في الأيام اللي فيها زحمة حتى لا تؤذي الناس بالرائحة الكريهة. فيوم الجمعة عشان هتطلع تصلي الجمعة فيسن لك أنك أنت تغتسل. وسيدنا النبي في الحديث يقول: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فيسن أنك أنت تغتسل قبل ما تروح لصلاة الجمعة. وشوف الحديث الجميل ده اللي فيه ثواب كبير جدا جدا للي يغتسل يوم الجمعة. سيدنا النبي يقول فيه: من اغتسل يوم الجمعة ودهن من دهنه وتطيب من طيب بيته، يعني حط برفان كده وريحة كويسة، ثم أتى الجمعة فلم يفرق بين اثنين، فيش اثنين كده بتفرق بينهم، انت بتجلس في المكان المتاح لك، ثم أتى الجمعة فلم يفرق بين اثنين، فإذا فصلى وتصلي ركعتين، فإذا تكلم الإمام استمع وأنصت. وأول ما الإمام يطلع على المنبر يتكلم يخطب تسمع وتنصت، يحصل إيه؟ قال: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. اللي يعمل الحاجة دي إنه يغتسل في البيت يوم الجمعة ويحط البرفان بقى والحاجات الكويسة ويدخل المسجد، ما يتكلمش مع حد، ما يفرقش بين اثنين، ما يؤذيش حد، ويصلي ركعتين وينتظر لما الإمام يخطب فيستمع للإمام وينصت للإمام، يغفر الله سبحانه وتعالى له ما بين هذه الجمعة وبين الجمعة الأخرى، يغفر له الأسبوع كله إن شاء الله. يبقى كده الغسل المسنون يوم الجمعة. وحصل خلاف هنا بين الفقهاء، هل الغسل يوم الجمعة لصلاة الجمعة ولا ليوم الجمعة كله؟ فبعض الفقهاء قال الغسل يوم الجمعة ليوم الجمعة. يعني لو أنا اغتسلت الجمعة بعد الفجر الساعة 9 الساعة 10، اغتسلت بعد الجمعة بعد العصر يوم الجمعة، خدت ثواب الغسل يوم الجمعة. والبعض قال لا، الغسل يوم الجمعة لصلاة الجمعة. احنا بنغتسل ليه؟ عشان الاجتماع في هذه الشعيرة الكبيرة والاجتماع مع الناس، ولازم ريحتنا تكون كويسة وما نؤذيش الناس بريحتنا الكريهة وغير ذلك. فإذا الغسل يوم الجمعة لصلاة الجمعة مش ليوم الجمعة. طب الخلاف ده ثمرته ايه او يترتب عليه ايه؟ يترتب عليه لو الانسان مش هياخد ثواب الغسل يوم الجمعة الا اذا صلى الجمعة بالغسل ده. فواحد مثلا اغتسل يوم الجمعة الساعة 11 وباقي ساعة الجمعة، وهو رايح للمسجد وضوء انتقد، فكده مش هينفع يدخل يصلي، لازم يتوضى، مش هينفع يرجع يغتسل، خلاص الجمعة قربت تأذن، فدخل المسجد اتوضى. هنا صلى الجمعة صلى الجمعة بالغسل بتاعه ولا بالوضوء؟ هنا صلى الغسل الجمعة بالوضوء،
يبقى هنا مش هياخد ثواب الغسل، هياخد ثواب الغسل لو فضل محافظ على الوضوء وصلى الجمعة بهذا الغسل. لكن المذهب الثاني اللي قال إن الغسل ليوم الجمعة لفضل وشرف وعظم هذا اليوم، بالتالي الإنسان لو اغتسل في أي جزء من أجزاء اليوم ده الساعة 9 الساعة 10 إن شاء الله بعد الجمعة بعد العصر يوم الجمعة هياخد ثواب الغسل إن شاء الله. بس الرأي الأرجح والأقوى إن الغسل يوم الجمعة لصلاة الجمعة، وما فيش مانع إن الإنسان اللي ما بيصليش الجمعة زي الإنسان المعذور اللي ما بيروحش يصلي في الجامع عنده عذر، أو الست لو ما صلتش في الجامع يوم الجمعة ما فيش مانع إن هي تغتسل وتثاب إن شاء الله على الرأي التاني إن هي هتصلي في بيتها صلاة الظهر واغتسلت في هذا اليوم ليوم الجمعة فتاخد ثواب الغسل إن شاء الله. وفي الحديث الشريف سيدنا النبي بيقول: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، أي ثم ذهب إلى المسجد. من اغتسل يعني الإنسان اللي بيغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة، احنا قلنا الغسل هنا في يوم الجمعة بيكون مسنون. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يعني تغتسل يوم الجمعة بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، إنك تغسل إيديك كويس وبعد كده أول حاجة تنوي الغسل، وبعد كده تغسل إيديك كويس، وبعد كده تغسل العورة كويس، وبعد كده تتوضأ، وبعد كده تصب المية على جسمك كله 3 مرات، تبدأ بالجانب الأيمن وبعد كده الجانب الأيسر. اللي يعمل كده يوم الجمعة عشان يروح يصلي الجمعة يحصل إيه؟ قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، يعني ذهب إلى المسجد مبكرا في أول النهار، فكأنما قرب بدنه، يعني اللي يروح بدري في أول النهار يوم الجمعة كأنما قرب بدنه، يعني كأنما ذبح جملا وتصدق به لله سبحانه وتعالى. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني كأنه ذبح بقرة قربة لله سبحانه وتعالى. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام أي صعد الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني الملائكة واقفة على باب المسجد كده بتأيد اللي دخل الأول فالأول، ده هياخد بقرة، ده هياخد جمل، ده هياخد دجاجة، ده هياخد ثواب بيضة وهكذا. لكن أول ما الإمام يصعد على المنبر خلاص الملائكة بتقفل الصحف وبتستمع للإمام. فعشان كده يستحب قدر الإمكان الاغتسال والتطيب يوم الجمعة والذهاب مبكرا إلى المسجد. كذلك يستحب أيضا الغسل يوم العيد، لأن يوم العيد زي ما قلنا بيوم اجتماع للناس ويوم بهجة وفرح، فيستحب النظافة والطهارة في هذا اليوم أو يسن. يبقى كده الأغسال المسنونة عندنا يوم الجمعة، يوم عرفة، يوم العيد الصغير، يوم العيد الكبير. بعد كده في عندنا أغسال مستحبة، يعني يستحب أنك أنت تغتسل في بعض المواطن. أي موطن يكثر فيه اجتماع الناس يستحب الغسل والنظافة والطهارة حتى يكون الإنسان طيب الرائحة زكي الرائحة. كذلك قالوا يستحب الغسل عند دخول المدينة المنورة تعظيما وإجلالا لجناب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما لحرمة المدينة. أول كده ما ربنا إن شاء الله يكرمنا ونروح المدينة يستحب قبل ما ندخل المدينة نغتسل، أو قبل ما نروح نزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستحب إن إحنا نغتسل لنقابل ونقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل الطهارتين اللي هي طهارة الغسل الطهارة الكبرى، إن إحنا نكون متطهرين تطهر كامل. يعني يستحب بقى أنك أنت تدخل على سيدنا النبي في أكمل وأبهى وأحسن صورة من حيث الظاهر وكذلك من حيث الباطن. حيث الباطن أنك أنت لما تدخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تستحضر سيدنا النبي كأنه واقف قدامك، لا تشغل نفسك ولا قلبك ولا بالك بأي شيء غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرغ ذهنك كويس من أي حاجة، أنت داخل على أشرف الخلق وأطهر الخلق وإمام المرسلين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم تدخل مستعد ومتهيأ كأنك داخل كده على رئيس جمهورية أو على مسؤول كبير، بل أعظم أنك أنت داخل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون طاهر من حيث الظاهر مغتسل كويس وحاطط برفان كويس وريحتك كويسة، ومن حيث الباطن أنك أنت قلبك مشغول بسيدنا النبي، قلبك متعلق بسيدنا النبي، قلبك يكسوه الهيبة والوقار والإجلال والانكسار لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش شاغل ذهنك بأي حاجة تانية غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك
قالوا أيضا يستحب الغسل في ليلة براءة، ليلة براءة اللي هي ليلة النصف من شعبان، وإحنا إن شاء الله كل عام طيبين قربنا ندخل عليها. يستحب الغسل في ليلة براءة، ليلة النصف من شعبان دي اسمها ليلة براءة. ليه سميت بليلة براءة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يكتب فيها براءة لعباده المؤمنين من النار، ربنا يرزقنا وإياكم إن شاء الله. سميت بليلة براءة ليه؟ ربنا بيكتب فيها براءة من النار لعباده المؤمنين، وفي هذه الليلة تتجلى فيها وتتنزل فيها رحمات الله وأنواره وبركاته ونفحاته على عباده. فعشان كده دي من الليالي التي يستحب إحياءها. الإنسان يستغفر ربنا، يصلي فيها كتير، يدعي فيها ربنا كتير، يقرأ ذكر، يقرأ قرآن، يصلي على سيدنا النبي، الأعمال فيها مقبولة إن شاء الله، وفيها براءة ويعني إجارة من النار وعد الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين. فيستحب إن احنا نقبل على الليلة دي، إن احنا نستعد لليلة دي، وإن احنا نعبد ربنا في الليلة دي بأكمل الطهارات وهي الغسل. كذلك أيضا في ليلة القدر، يستحب في ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، يستحب إن احنا نغتسل كل ليلة تحريا لليلة القدر، إن ليلة القدر موجودة في العشر الأواخر. فأنا كل ليلة هغتسل وهدعي ربنا واستغفر ربنا وهتضرع إلى الله سبحانه وتعالى إن يد كل ليلة القدر، فربنا يكرمني، فأنا كده دخلت الليلة دي بالطهارة الكبيرة اللي هي طهارة الغسل. كذلك أيضا يستحب الغسل حالة الفزع والخوف، يعني الإنسان حالة حدوث مثلا كارثة في الكون، حالة فزع، رياح شديدة، مطر شديد، ظلمة شديدة، كسوف، خسوف، هذه الأشياء العظيمة التي يخوف الله سبحانه وتعالى بها عبادة، يستحب أن احنا نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، بس نغتسل الأول. وكذلك أيضا قالوا يستحب الغسل للتائب من الذنب، زي ما قلنا قبل كده الإنسان في الحديث، الإنسان إذا أذنب ذنبا وتوضأ واستغفر الله سبحانه وتعالى وصلى ركعتين ربنا يغفر له الذنب، يستحب ان انا اغتسل، فبعد ما عملت الذنب ان انا اغتسل لادخل على الله سبحانه وتعالى من باب الطهارة الكبرى وهي الغسل. يبقى كده ده باختصار يا جماعة بعض احكام الغسل. احنا الغسل عندنا بيكون واجب في حالات الجنابة، في حالات الانتهاء من الحيض والنفاس. الغسل بيكون سنة في يوم الجمعة، في عرفة، في العيد الكبير، في العيد الصغير. الغسل بيكون مستحب في ليلة القدر، ليلة النصف من شعبان، عند حدوث الخوف والهلع والفزع، كل هذه الأمور. قلنا كيفية الغسل الصحيح، أول حاجة لو أنا مش عايز أعمل كل حاجة في الغسل، ما عنديش وقت أو مش عارف، يكفيني ان انا اعمم جسمي كله بالميه، ان الميه توصل لكل جزء من اجزاء الجسم، لقول النبي من ترك موضع شعره من جنابه لم يصل اليها الماء فعل بها كذا وكذا من النار، وقول النبي ان تحت كل شعره جنابه الا فبلوا الشعره وانقوا البشره. فاول حاجه او اهم حاجه في الغسل ان الميه توصل لكل جزء من اجزاء الجسم. طب عايز اعمل بقى الغسل كما ينبغي زي ما سيدنا النبي عمل، يبقى بقولنا بنعمل خمس خطوات، بننوي الغسل أو رفع الحدث الأكبر، بنغسل إيدينا ثلاث مرات، بعد كده بنغسل العورة كويس، بعد كده بنتوضأ للصلاة، بعد كده بنفيض المية على جسمنا كله ثلاث مرات، الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، يبقى كده عملنا الغسل الصحيح كما ينبغي. كده احنا خلصنا أحكام الغسل، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك ومولاه. نقف هنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.